صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 28 لسنة 2024 بترقية وتعيين رئيس لجهاز المخابرات الوطني جاء فيه يرقى العميد بسام محمد خميس المعراج إلى رتبة لواء ويعين رئيسا لجهاز المخابرات الوطني اعتبارا من الأول من أغسطس 2024